Sayın Mehmet Kemiksiz Beyefendi. Günaydın Mehmet Bey. مرحبا. Hoş geldiniz. اهلا بكم. يعني خلينا قبل ما نبتدي حكايات واسئله، ايه رايك نسمع هذا اللون الرائع؟ في البدايه نحب الاستماع من الانشاد لطفا كما تحبون. يا رسول الله
دفتر أعمالي مملوء كله بعصيان لك إني مستحي في حضور حضرتك يا عليه الصلاة والسلام. تفضل. ما شاء الله حلو قوي ياسمين. أيه كمان كتير. الأداء فيها باللغة العربية فعلا يعني وهي الطلعة كانت بتجنن. يسلم تمك. ما شاء الله ما شاء الله أداء رائع جدا جدا يعني. يمكن كل سنة وأنت طيب. شكر. رمضان كريم. خير رمضان لك. طبعا أنا أبارك لكل المستمعين يعني بشهر رمضان. أكيد ياسمين في البداية أقول لهم كل عام أنتم بخير. لازم نسأل عن موسيقى الجامع. تمام. كيف بيكون؟ ما يطلق عليه موسيقى الجامع
في تركيا بشكل عام شكله ايه؟ وصفه لنا ملامحه. جامي موسيقى سندر. من الموسيقى في الجامع او ما كما تعلمون مصدره هو المصدر الإسلامي، لأننا نتحدث عن إطار ديني، إطار يتوجه الإنسان فيه إلى ربه سبحانه وتعالى. فكل نحن نتحدث هنا عن الأقوال التي يتوجه بها قلب المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان كذلك، نحن منذ العهد العثماني يوجد هناك أطر عديدة للموسيقى كانت متبعة في تلك الأيام. نحن نتذكر الآن كل هذه الأمور. هذا النوع من الموسيقى اللي يؤدى عليها الفعالية. هذه الأناشيد هي المتوارثة من زمان، ولا حصل فيها مراحل تجديد وتغيير؟ هو تقليدي وعادة، ولكنه استخدم في السنة المئة الأخيرة فقط في العهد العثماني. هذه الأطر كان لهم لم يعد لهم مع الأسف الشديد معلمون وأساتذة، فقد حكم إلى النسيان وترك الأمر منذ مئة عام كما قلت. طبعا كانت هناك الأناشيد بثلاث لغات، اللغة العربية والفارسية والتركية، وهي اللغات المكونة للنسيج الاجتماعي في العهد العثماني. طبعا في الوقت الحاضر هناك بإمكاننا القول أنه بدأ الإحياء، ولكنه لم يتم الإحياء فيه بشكل كامل أو يعني كما ينبغي. أكيد كلكم حابين تقربوا أكثر وأكثر عن نوعية هذه الأناشيد الدينية المتوارثة من أيام العثمانيين، واللي ما زلنا بنكمل عليها وبتحسسنا بنفحات الشهر الكريم وبتقربنا أكثر وأكثر من الجو الروحاني ده مع مهمة بيها نعيش فيها على مدار حلقتنا النهاردة. لكن اسمح لنا دلوقتي وصلنا لأول محطة هتشاركنا في حلقتنا النهاردة، وإزاي مع الصيام نقدر نعوض الجسم عن السوائل اللي بيفقدها؟ قولي لي يا داليا، قولي لي. خليني مرة تانية أقول لك صباح الخير، وعايزين نبتدي ما نضيعش ولا نصيحة النهاردة. صباح الفل كريمة مرة تانية، وأعتقد أن كل اللي بيشوفنا دلوقتي منتظرين إجابة هذا السؤال، أن إحنا في شهر رمضان، خصوصا أنه شهر رمضان انتصف. يعني إحنا بكرة حلقة نهاية الأسبوع، يا ترى هيبقى أخبارها هي؟ أكيد فيها حاجات جامدة إن شاء الله. اليوم كمان كانت كتير حلوة فعلا. أنا لأنه كتير بهتم بالموضوع الصحة. تمام. إذن خلينا دلوقتي نعيش بقى مرة أخرى في أجواء يمكن كلنا بنحتاج إن إحنا نستفسر عنها. الإسلام في الدول الغربية، وخصوصا في ظل كل التحديات الحديثة واللي مر عليه الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر، أكيد كلنا محتاجين نشوف العالم بيحصل فيه إيه، من أقوى الأماكن وأفضلها، يمكن زي ما قال ضيفنا اللي هنستقبله دلوقتي، لأنه مكان كله مثقفين هنقدر نتعايش فيه مع صورة رائعة للإسلام. في جامعة كامبريدج مع بناء مسجد ومؤسسة دينية وأيضا تعليم الإسلام داخل هذه الجمعية في كلية خاصة. نعيش مع كل المعلومات دي ومناقشة خاصة مع ضيف عزيز علينا، وهو البروفيسور عبد الحكيم مراد. كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. يا مرحبا، والله أكرم. وأهلا بيك في تركيا، نورت اسطنبول. الله يبارك فيكم وهنئكم وجميع الأتراك إخواننا ما شاء الله في الدين وفي الحضارة في مناسبة هذا الشهر الكريم المبارك إن شاء الله. وأنا كمان ما شاء الله عليك بأحييك على أنك تعلمت اللغة العربية بهذه الإجادة، ما شاء الله رائع جدا. وسمعته برضو ياسمين قبل ما نبتدي بيتكلم تركي كمان قليل، يعني بيتعامل ما شاء الله، يعني رغبة في المعرفة شيء رائع. الله يبارك فيك. قليلا من التركية، لكن تخصصي أساسا في العربية. أنا خريج اللغة العربية من جامعة كامبريدج، ثم جلست 3 سنوات في مصر القاهرة، ثم 3 سنوات كانت لي مكتب ترجمة في جدة في السعودية. ما شاء الله. لكن ما زلت طالبا في طريق التعلم. اقتربت أكثر من الشخصية العربية والمسلم العربي أو الإسلام كما هو على في الأراضي العربية. هل يا ترى أثناء دراستك في يعني هو الموضوع يمكن هبتدي من بعيد شوية، أثناء دراستك اللغة العربية في بريطانيا قبل انتقالك إلى القاهرة وقبل حياتك أو معايشتك للحياة في المملكة العربية السعودية، كانت نفس الصورة لديك كشخص بريطاني عن الإسلام والمسلمين؟
قبل وبعد؟ في الحقيقة كنت أدرس في جامعة كامبريدج قبل 30 سنة، وكان الجو مغاير تماماً. كانت فكرة الإرهاب والتشدد والدولة الإسلامية وكل هذه الأشياء التي صارت مخاوف لدى الغربيين غير مفهومة أبداً، كانت بعد ثورة خميني بأيام التحقت بالجامعة، فما كانت للناس أي فكرة عن الإسلام، وكان من سافر وذهب إلى العالم الإسلامي حسن ظن بالمسلمين. حتى والدي كان هنا في تركيا وكان يعمل في الجيش البريطاني مع الأتراك في قبرص أيام الإضرابات هناك، وكان يحسن الظن دائما بالإسلام والمسلمين. هذا كان انطباع الشعب البريطاني. فدرست العربية ثم ذهبت إلى القاهرة وسافرت في المغرب وفي الجزائر وتونس وبعض بلاد المغرب العربي، ووجدت أن هذا الانطباع صحيح في الحقيقة. أكثر الناس طيبين ومنصفين ومصلين في الجامع، كلهم أهل خير وأهل بركة ورحبوا بالغير. وكنت أنا ذاك لم أكن مسلما، لكن دخلت المساجد وكنت رسام، كنت أرسم صور داخل المساجد، وما اعترض أحد. كان لهم حب استطلاع وأرادوا أن يعرفوا من هذا الأشقر الغريب الذي لا يعرف الصلاة ولا يعرف الصيام، لكن جاءنا زائرا وأكرموني في الحقيقة. وهذا كان مما فتح أمامي باب الإسلام حسب ما أعتقد. رائع جدا أن الإسلام يكون دينك الذي اخترته، ليس فقط الذي فطرت عليه، يعني عن قناعة وعن يقين تختار هذا الدين ليكون دينك. ده شيء رائع، عشان كده بيكون أكثر وأعمق في النفس. طيب إيه رأيك ياسمين نروح لهذا المسجد المشروع الكبير، وليس فقط مسجد وإنما خلينا نقول مؤسسة إسلامية حتكون داخل إن شاء الله جامعة كامبريدج أو داخل كامبريدج؟ الفكرة، ويا ترى وصلتوا في الفكرة دي في تنفيذها لحد فين؟ الفكرة بسيطة، لكن هذا المشروع وهذه المبادرة لابد منها. أنا الآن أصبحت محاضرا في جامعة كامبريدج في الدراسات الإسلامية، ومن المعلوم أن الإسلام في بريطانيا صار ينتشر بين المهاجرين وأبناء المهاجرين وبين المسلمين الجدد، والآن يعني دخلوا فعلا في دين الله أفواجا رغم جميع المشاكل وسوء ظن الناس بالإسلام. المسلمين الجدد قادمون والحمد لله، لكن ليس لنا مكان محترم معقول للعبادة. الآن نقيم صلاة الجمعة في 9 أماكن في جامعة كامبريدج، مكان في مخزن في المستشفى، ومكان خلف الكلية، وهكذا. ونحتاج إلى مسجد محترم، لأن كامبريدج من المدن التاريخية العالمية المعروفة، عاصمة الثقافة، ولا بد من وجهة للإسلام قوية حتى يعرف الناس بأن الإسلام دين من أديان بريطانيا وله جذوره وله مستقبله في هذا المكان. فنحن نبني مكان للمصلين، ولكن نبني كذلك رمز لتواجد الإسلام الدائم في بلادنا. فهكذا نعتقد أن المبادرة لها ما لها من الأهمية. هاي. أنا بحب أسأل أنه بدي يكون شكل الجامعة على اللي منعرفه الكلاسيك معماري القديم، ولا بدي يكون لأنه في كامبريدج بدي يصير عمار مودرن؟ نعم، هذا سؤال وجيه. ونحن في الحقيقة مكثنا فترة طويلة ونحن نناقش هذه المسألة، لأن بناء مسجد في إسطنبول مثلا في غاية السهولة، لأن الطراز التركي في إنشاء المساجد معروف، وكذلك في القاهرة، في إندونيسيا، في الهند. لكن ماذا ينبغي أن يكون شكل المسجد في بريطانيا، وبصفة خاصة في جوف مدينة تاريخية أثرية جامعة مثل كامبريدج؟ المسألة ليست بسهلة. فنحن لا نستطيع أن نقلد الشكل الموجود الغوثيك، لأننا نبني هكذا مسجداً شبيه بالكنيسة ولا يرتاح إلى ذلك أحد. فنحن اخترنا بعد إجراء مسابقة دولية لاختيار أنصب مهندس معماري طراز يجمع بين الطراز الأوزبكي والطراز الإنجليزي الكامبريدجي والطراز الحديث. والمهندس المعماري هو ديفيد ماركس، وهو المشهور بالكثير من المعالم الكبيرة في بريطانيا مثل لندن آي، مثلا دائرة لندن، الدوار الكبير أمام البرلمان، هو المهندس المسؤول عن ذلك. فإن شاء الله نبني مثل هذا، سيكون رمز كبير لمقدرة الإسلام على
الجمع بين أحسن ما يكون في الشرق وأحسن ما يكون في الغرب. هايل. طب اسمح لي دكتور، واحنا بنتكلم احنا قلنا ان هذا المشروع ليس فقط لبناء مسجد مكان محترم يستطيع فيه المسلمين اللي بدأوا يتكاثروا بالفعل هناك ان هم يؤدوا العبادات، لكن كمان كرمز للإسلام في هذه المدينة العريق. وصلتوا في المشروع لحد فين يعني الآن، وماذا ينقصكم بالتحديد حتى نسرع من إنجاز هذا المشروع؟ المسلمون عندنا في كامبريدج حوالي 3000، وأكثرهم ليسوا من الأغنياء، هم من الطلاب، من الوافدين، من العاملين في 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 مراكز البحث، ولذلك المشروع يتقدم ببطء. تمكنا بحمد الله قبل سنتين من شراء أرض، وهذا أهم شيء، لأننا بحثنا في الحقيقة لمدة 20 سنة عن مكان مناسب لإنشاء هذا المسجد، لأن كامبريدج مدينة حافلة بالمباني الأثرية، وكامبريدج محجوزة كلها، يعني لا توجد أماكن فارغة، والحمد لله وجدنا هذا المخزن القديم، استولينا عليه ودفعنا 4 مليون جنيه، وهو مبلغ ليس بالبسيط، لكن الحمد لله الأرض بيدنا، فالآن إن شاء الله نحن فتحنا الأبواب لقبول تبرعات ومساهمات من المسلمين، ليسوا فقط من بريطانيا لكن من العالم، فالآن ساعدونا وهم من أهل ماليزيا، من أستراليا، من تنزانيا، حتى يرسلون إلينا المساهمة. فيه مشروع، هذا مشروع دولي، لأن كامبريدج في الحقيقة يعني مدينة دولية يعرفها الجميع، فشيئا فشيئا نجمع المطلوب. نعتقد يا جماعة لكل من يريد أن يدعم هذا المشروع العظيم في فكرته وفي الهدف من وراءه، فعليه أن يتقدم وبسرعة كمان للإسراع من إنجاز هذا المشروع لكل المسلمين حول العالم ولكل من يستطيع الإسهام. الباب مفتوح. قبل ما نكمل أسئلتنا، إيه رأيك ياسمين نرجع للفن مرة تانية؟ يا ريت، للصوت الحلو. فن أصلا بو جامي إنشاسي ليجل بيكاسوز. أود أن أضيف أمر بعض الأمور فيما يتعلق بإعمارة المسجد. أولا أبارك لهم هذا العمل وأدعمه بشدة، وأبارك لهم هذا المشروع العظيم، وخاصة في البلاد التي نحن نسميها أجانب. هذه البلاد التي تبنى فيها الجوامع لا شك أنها تحمل الدلالات الرمزية العميقة والكثيرة، فالجامع ليس عبارة عن باطون أو عبارة عن بعض الأحجار تجمع ببعضها إلى بعضها البعض. لا شك أنهم سيعتنون بالتذهيب، وسيعتنون بالخط، وسيعتنون بالفنون الإسلامية. فإذا نظرنا إلى المسجد مثلا في العهد العثماني تحديدا، فإننا سنجد أن التذهيب، وأن سنجد أيضا الزخرفة الإسلامية، وهذه الزخرفة التي حقيقة خرجت من الروح المعنوية للإنسان المؤمن، خرجت وعبرت بهذه الزخارف التي نحن هذه الزخارف التي يعني وكتبتها بخط مثلا، والخطوط التي كتبت بخط النسخ أو الثلث، وأيضا اعتنوا كثيرا المدخل، عندما أول ما تدخلون هناك اللوحة، هذه اللوحة تكون بمعاني مختلفة، بآيات مختلفة تختلف عن المكان الذي يصلي فيه الإمام، يعني أي معنى المحراب، فالآية التي تكتب فوق المحراب أو ربما هذه كلها أمور تختلف من مكان إلى آخر، ليست كنوع من أنواع النقشة أو التجميل فقط، وإنما كل آية تكتب وتختار بعناية لهدف ما. قبل ما نكمل رحلتنا مع ضيوفنا، إيه رأيكم نتوقف مع هذا التقرير عن تراويح السلاطين زي ما قلنا ياسمين، واللي قلنا هنعرف عنها أكثر، ونرجع نسأل فيها ضيفنا الكريم ونكمل رحلتنا. نعم. يلا بينا. كان يدب في المنظومة تاي
أجمل الأجواء الروحانية. أنا بهنيك وكل فرقة الموسيقيين قالوا يسلم تمك من مقام لمقام، لما بيدخل هزام هيك واحد بيشعر بدنه. تمام يعني ما شاء الله رائع فعلا. رائع. طب إيه رأيك بقى نحن كمان أكيد محتاجين ناخد نموذج من اللي هيعملوه في تراويح أندرون أو تراويح السلاطين. في أندرون هو أمر ومصطلح يختص بالقصر العثماني، هو يأتي بمعنى أن المجموعة التي تحكم القصر أو النخبة التي تكون مقربة في القصر، فهذه هؤلاء الناس الذين يعني اعتنوا بمثل هذا الأمر، فقد اعتنوا أيضا بمثل هذا النوع من الغناء والموسيقى الدينية، المؤذنون الكبار والأئمة الكبار وداخل الأراضي، واختير لهذه المهمة أفضل وأجمل الأصوات في أرض السلطنة العثمانية، وطبعا باختبارات مميزة جدا. طبعا لا شك أنهم هم الذين كانوا يجملون القصر العثماني، هذا طبعا الإطار التقليدي في الاختيار. هذه الدراسة التي أعددتها فإنه يتحدث عن صلاة التراويح والتي عرفت باسم أندرون في العهد العثماني. هذا الكتاب يتحدث عن حفظة كتاب الله في السلطنة العثمانية، الذين كانوا يعملون مؤذنين ومساجد في مساجد داخل القصر، وأيضا في المساجد التي تكون تابعة فيها الأماكن المقدسة أو الأماكن المميزة في السلطنة العثمانية. كانوا هؤلاء يؤدون الصلوات بطرق بأداء مقامات مختلفة، كانوا يؤدون أيضا الموسيقى الدينية بين كل 4 ركعات. نعم كما تعلمون صلاة التراويح هو صلاة تؤدى بسرعة لأنه 20 ركعة ويجب الانتهاء منها، ولكن هو ليس الأمر كذلك كما يؤدى في مثل هذه الأيام، ولكنه نحن ربما نصلي 8 ركعات ولكننا نقف في كل ركعتين نستريح، هناك يجب أن يكون فاصل ما بين الركعات، ربما نقرأ بعض المدائح النبوية وربما نقرأ الأذان أو نتلو بعض المواعظ ونوزع الشراب، هكذا كانت العادات في العهد العثماني. هذه هي المعلومات التي توصلنا إليها من خلال البحث. مثلا كان يوزع الشراب المحلى في ذلك الوقت في القصر ما بين الركعات. طبعا كما تعلمون أن إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2010، نحن عرفنا هم يحاولون من خلال هذه الفعاليات التعريف بالفعاليات الثقافية والفكرية التي كانت تقام في إسطنبول، والموسيقى الدينية جزء من الثقافة التي لا يتجزأ في مدينة إسطنبول، وصلاة أندرون التي نحن نبحث فيها اليوم هو جزء ونسيج من الثقافة الإسطنبولية والتركية. فأنا أعددت هذا الكتاب الذي يتحدث عن كيف كان الأندرون في صلاة التراويح، ما هي المقامات التي استخدمت في هذا الأمر، وكيف وصل إلينا. طبعا هذا الأمر بدأ في القصر لا شك في ذلك، ثم انتشر بعد ذلك في المساجد والجوامع السلطانية، وبعد ذلك عمم إلى حتى تعمم إلى المساجد الصغيرة والزوايا، وأيضا حتى لأماكن وحتى ذهبت إلى كثير من المؤون الأناضولية أيضا طبق هذا الأمر. نحن من خلال 36 شخص كاتب وباحث قد بحثوا حول هذه الصلاة، نحن توصلنا إلى هذا البحث الذي الموضوع بين أيديكم. مثلا اليوم سيكون هناك صلاة أندرون في جامع قاسم باشا الكبير، 29 جامع في تركيا سيصلى فيها أندرون، صلاة الأندرون بأشكال مختلفة وبألوان عديدة ومن خلال جمع من المؤذنين الموسيقيين، وكما رأيتم في الشكل الذي في الفيديو ما بين كل 4 ركعات يقام هناك يكون مدائح وابتهالات بنغمة موسيقية تركية مميزة.
يتلو ذلك صلاة التراويح، ويكون صلاة التراويح في هذا الجو بهذا الإطار يعني رائعا لا ليس له مثيل. الدكتور عبد الحكيم قال إنه أنا كمان عملت الإلهية إذا سمعت صح بالإنجليزي. نعم هذه مبادرة أخرى ونراها مهمة كذلك، أننا نأخذ بعض القصائد التركية الدينية الجميلة من أيام العثمانيين ونترجمها إلى الإنجليزية بحيث يستطيع المنشد أن يأتي بها بالإنجليزية لكن بنفس النغمة. وعندنا يعني مجموعة من المنشدين عندنا في كامبريدج يقومون بهذا الأمر، وهو مهم في الحقيقة لأنه لابد من تثقيف الجيل الجديد، لابد من أن يسمعوا أشياء جميلة حلوة عن الإسلام بلغتهم وليس دائما بالعربية أو صح. بالتركية تمام. فهذا هذه مبادرة يعني لا تخلو من أهمية عليها. بجد بنحييكوا عليها أكيد. كل هذه النقاط بتفضل. أيضا في العهد العثماني هناك عادات وتقاليد، مثلا هناك الموسيقى الرمضانية، وهناك أمور مع الأسف الشديد لم نستطع دراستها أو لم يصلنا حتى اليوم، مثلا هناك الأناضول وإسطنبول يعتبر هناك أمور كانت عادات، هناك مثلا الصلوات، هذه الصلوات التي كانت تتلى في العهد العثماني منذ القدم بعد كل صلاة تؤدى، فهناك تؤدى الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وينادى على النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته بأوصافه المختلفة، فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالصلاة عليه الصلاة والسلام يكون مثلا في العهد العثماني بأداء الموسيقى بأشكال مختلفة وبذكر نعوته عليه الصلاة والسلام. ضمن في الثقافة يعني بما أننا بنحكي في هذا الموضوع بعتذر عن المقاطعة يعني ياريت نسمع يعني حتى يكون نعم سأعطيكم بعض الأمثلة في ذلك نعم سأقدم لكم نماذج، ولكنني أود أن أتابع القول أنه من التقاليد العثمانية الخاصة في شهر رمضان هناك أمر نسميه نحن التمجيد، هذا التمجيد في حقيقة الأمر هو طريقة إيقاظ المؤمنين إلى صلاة إلى وقت السحور، منذ أن يسمعوا صلوات وقت السحور فإنهم يسمعون هذا التمجيد، يكون في نهاية المطاف بطريقة بعدد من الناس لا يكون فرد لا يؤديه شخص واحد، وفي نهاية العهد العثماني كان هناك من خلال أحد الشعراء بدأنا هذا التمجيد نؤديه في بعض القنوات التلفزيونية، كان وأيضا من الأمور المشهورة في الأناضول ما يسمى برز التمجيد، هذا الرز وهذه الأكلة التي تطبخ فيها الرز عندما يسمعها الناس يتذكرون أن الأذان قد اقترب ويتعرفون على ذلك. وأعتقد ده مهم، أنا كنت بسأل نفس السؤال لنفسي أسمين ليه ما فيش حاجة بتنبهنا إن الأذان اقترب مثلا، يعني فالناس ترفع زي ما عندنا في مصر مثلا دايما في المساجد يقال يعني ارفعوا الطعام يعني لأن في خلاص اقترب الميعاد بتاع أذان الفجر فبينبه الناس، ده شيء جميل، فتخيلي بقى من خلال التمجيد ده رائع. إيه رأيك بقى؟ تمجد فيلا بيجيب صوتك. نعم هذه كانت تطبخ وتسخن بشكل جيد ثم تقدم إلى الجمهور، هذا الذي يقدم نعم هو الذي يبقى من وقت المساء، هذا الأمر وهذه العادة المتبعة إذا نظرنا إليها في الموسيقى التركية التقليدية والمقامات التي تليها والمقامات التي فيها هذه يقدم فيها مثلا، أنا سأقدم مثالا على الصلوات التي تؤدى بعد الصلاة على سبيل المثال على صيغة الحمد والتسبيح. المايك موجود أعتقد. يا حضرت مولا مولى الموالي
أنت الكريم الباقي وأنت الرحيم يا تفردت بالفضل والكرم والعلا سبحان من تاب على آدم بعدما عصى فاجتباه ربه ورفع إلى السماوات العلا الصلاة والسلام سيدنا الصلاة والسلام عليك
عليك يا الصلاة والسلام عليك يا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ينور. رح ناخذ علبة منديل ورح نجي بقى عشان انا مشان نبكي ونمسح دموعنا. والله بهنيك على هالصوت هذا. ما شاء الله ما شاء الله عليك. احساس اعتقد اجواء روحانيه لما بنعيشها بالفعل بنحس ان ارواحنا بتسمو مش موجودين على الارض، احنا اقرب ما نكون للملائكه. بنحييك عليه. من الجو الروحاني ده خلينا نشوف. رمضان دولايسيلا بيراز يورغون طبعا نحن بسبب رمضان متعبون قريبا وايضا نفتقد الكثير من النوم، فهذا يؤثر على صوتنا. انا لم استطع ان اؤدي الاداء الذي اؤديه في اؤديه عاده، ولكنني اخذت الجانب المعنوي من هذا الكلام. خاصه اخر الايام المسلمين اللي عايشين في اوروبا وفي امريكا عم بياخذوا ختم الإرهابي. شو لازم على مسلم اللي عايش في أوروبا أو في غير بلاد، شو لازم يعمل حتى يشيل عنه هالغطاء هذا، يورجي عن حاله صح إنه هو مسلم إنسان مثل بقية الناس، بس بده يمارس دينه كمان. صحيح، هذه مشكلتنا. هذه مصيبتنا. شو لازم يعمل المسلم؟ لابد من تطوير القيادة الكافية في الحقيقة، لأن العلماء الموجودين عندنا سواء كانوا من مواليد الشرق الأوسط أو باكستان أو من مواليد بريطانيا، أكثرهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى استوديو التلفزيون مثلا ويتكلمون أمام الكاميرا ويبرزوا حقيقة الإسلام في كلمات مختصرة. إذا جاء الإمام وجلس في الاستوديو، أولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وهذا انتهت فرصته
آنذاك. لابد من تدريب أئمة يستطيعون استخدام وسائل الإعلام كما ينبغي، وغيرنا قادرين على ذلك من اليهود والنصارى والعلمانيين، كلهم لهم من يتكلم باسم جاليتهم، ونحن مع الأسف أئمتنا لا يستطيعون ذلك. ولذلك المتفرج البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي العادي لا يسمع صوت الأئمة المعتدلين، لا يعرف ماذا يقول المسلم العادي، إنما يسمع كلام المجانين، وهذه مشكلة. فالأزمة أساساً أزمة في القيادة حسب ما أعتقد. طب هل يا ترى ده من ضمن اهتماماتكم في الكلية الحديثة اللي افتتحتوها، وهي كلية تعليم الإسلاميات أو التفقيه في الدين الإسلامي من أجل إعداد دعاء، هل يا ترى دي من ضمن أولويات المهام المكلة لكم في هذه الكلية الجديدة في كامبريدج؟ نعم بالضبط. عندنا الحمد لله كلية المسلمين في 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 مدينة كامبريدج، ونحن نخرج الأئمة الذين يجمعون بين الأصالة الإسلامية، فهم جميعا من حفاظ القرآن الكريم ويعرفوا الحديث والفقه والتفسير والسير وما إلى ذلك، عندهم الأدوة الشرعية المطلوبة، ونثقفهم ونعلمهم أسرار العالم الحديث، خير العالم الحديث وشر العالم الحديث، حتى يعرفوا المجتمع الذي يعيشون فيه والذي ينبغي أن يختموا. فنعلمهم علاقة الدين بالعلم مثلا، وعلاقة الدين بالأديان الأخرى، وعلاقة الدين بالفلسفة، ونعلمهم كذلك طريقة التعامل مع الصحفيين، كيف يعرفوا مكايد الصحفيين وألعابهم، وكيف يحاولون التشويش الرأي الإسلامي. هو موجود، يعني البغض مع الأسف موجود، وحسن الظن بنا قل في الآونة الأخيرة بسبب أحداث 11 من سبتمبر وأحداث أخرى، فلا بد من أن يعرفوا هذا العلم، لأنه قد تحصل أزمة غدا، لا قدر الله انفجار آخر في لندن، ففي ساعة أو ساعتين لابد من تقديم الناطقين باسم الجالية الإسلامية حتى ينكروا هذا العمل ويقولون هذا ليس له من الإسلام وبشكل مقنع وعصري يقبله الآخر. وأعتقد هي فعلا مهمة، يعني ينبغي الوقوف عليها، ودي من ضمن مهامكم في الكلية. طب نسبة الإقبال من المسلمين وحفظة القرآن و هؤلاء الناس اللي زي ما بنقول مقبلين على أن يكونوا داعي أو إمام في كامبريدج، نسبتهم قد إيه على في إقبالهم على هذه الكلية؟ يريد الالتحاق بكليتنا في كل عام أكثر من 100، ونحن نقبل ما بين 10 و15، لأننا نريد أن نختار النخبة، يعني خيرة الناس الأقدر على الخطاب المعاصر، الأمهر بالقرآن والعلوم الإسلامية، الأفصح باللغة الإنجليزية، ونأخذ هذه المادة، وبعد سنة من العمل المكثف على أيدي خيرة أساتذة جامعة كامبريدج وخيرة العلماء الموجودين عندنا، أن نوزعهم في أنحاء بريطانيا في المساجد وفي الكليات الإسلامية حتى يكونوا هم الناطقين باسم الجالية. رائع. هذا هو الهدف. رائع. طيب يعني قبل الختام، حضرتك موجود هنا، وصلت مبارح بالسلامة، ومرة تانية بقول لك الحمد لله على سلامتك، من أجل مهمة خاصة يعني، وهي إلقاء محاضرة في منطقة بايزيد، يعني بمناسبة اختيار اسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية، وفي نفس الوقت في إطار الجو الإسلامي. عنوان المحاضرة ومعادها بالضبط، وخلينا نقدم دعوة عمل كل الناس اللي تستطيع منهم أو اللي يستطيع منهم أنه يحضر هذه المحاضرة. موضوع المحاضرة إيه؟ موضوع المحاضرة فهمنا المعاصر للقرآن، لأن تركيا وهي ما شاء الله بلاد حافلة بالعلماء والمفكرين، نجد فيها الآن شيء من النزاع بين المحدثين والقدامى إذا صح التعبير. فمدرسة أنكرة مثلا المتواجدة في جامعة أنكرة في كلية الإلهيات عندهم اتجاهات فكرية قد يشك فيها بعض المسلمين التقليديين أمثالي، يقولون بأنه لا بد من قراءة عصرية للقرآن، وأن نعترف بأن القرآن الكريم نزل لعرب الماضي ولم ينزل لجميع شؤوننا اليوم. هذا مجمل كلامهم حسب ما أفهمه من كتبهم. فأحاول شيء من الرد على هذا الفكر، لأني أراه لا فائدة له، وأن
أوصي الحاضرين نعم وأن أوصي الحاضرين بأنه لابد من التمسك بالرأي الإسلامي الصحيح بأن القرآن كلام الله القديم وصالح لكل زمان ومكان. هذا تمام. ملخص الكلام. هذا هو مجمل الأمر أو المحاضرة حتدور فيه في هذا الفلك. طبعا أنا بشكرك جدا لوجودك معنا النهاردة بعد معاناة السفر والتعب، وإن شاء الله إقامة سعيدة في رمضان في إسطنبول. أهلا وسهلا مرة ثانية عبد الحكيم بيه. أما مهمة بي يعني هذا الصوت اللي خلينا نقول يعني المعبر عن إحساس السماء، يعني نورتنا جدا جدا بصوتك وبأدائك ومعلومات كتير جدا اديتها لنا النهاردة ومجهوداتك طبعا في هذا الكتاب عن يعني تراويح العثمانيين كما يقال. إسطنبول 2010 kadar bizim uyguladığımız Üsküdar'da özellikle bir iki camide bu tertibi uyguluyoruz biz arkadaşlarımızla ama bu 2010'un coşkusu çok başka oldu. Gittiğimiz her camide İstanbul'da çok yoğun bir kalabalık oluyor. Muhakkak. İnsanlar bahçeleri yollara kadar taşıyor. Muhakkak. Hocam biz de geliyoruz. Bekleriz. Hasan Bey'le Mevli Kutu Medine alıp geliyoruz gerçekten. Maradona. Yani yeni bir coşku oldu. نعم هناك اشتياق عظيم لهذا هي العادات والتقاليد التي عاشها العثمانيون في شهر رمضان وإن شاء الله ضمن إطار العاصمة إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية 2010 يكون إحيانا بعض هذه الفعاليات. أشكركم جزيلا الشكر على استضافتي أيضا لأنه الأتراك حبيبتي لازم نسلم عليهم. تمام تمام مرة ثانية كل الشكر لكم وكل تحية زي ما بتقول ياسمين لكل القائمين على هذا المشروع الكبير بالفعل يستحقوا كل تحية وتفخير. من هنا من شكر ضيوفنا بنفكركم مرة تانية هنروح فين بعد فقرة بيروت ياسمين؟ هنزور منطقة رائعة. نزور منطقة توبكابي اللي في شغلات كثير مهمة فعلا خليكم معنا. هنستمتع بيها لكن بعد ما نضم حالا دلوقتي على ريتا لأن احنا شايفينها جاهزة لاستقبالنا ومن اسطنبول وتركيا لبيروت لفلسطين بلا حدود المساعدات الإنسانية ابتدي حالا ريتا.